السلام عليكم سعادة السفير، كيف هو الموضوع اليوم؟ كيف العلاقات بين الصين وأوروبا؟ والله العلاقات القائمة بين الصين والاتحاد الأوروبية يمكن أن أقول جيدا جدا. فقد مضى على العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين 45 سنة، وخلال السنوات 45 الماضية قد بذلت كلا طرفين الجهود الجبارة لتطوير علاقات التعاون الودي في مختلف المجالات. ولحد اليوم يمكن أعطيك رقم بين طرفين حوالي 70 آلية لتعاون وتشاور في المجالات المختلفة على المستويات المختلفة. وإن دل ذلك على شيء فيدل على المجالات الواسعة لتعاون الصين الأوروبي. وهذا العام سيشاهد العدد من الأحداث المهمة للعلاقات الصينية الأوروبية. مثلا في نهاية شهر مارس نقيم القمة الروتينية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك في أواسط إبريل نقيم القمة 17+1، ثم في سبتمبر القادم نقيم القمة الصينية الأوروبية يعني القمة بين الصين وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهذه لأول مرة. طبعا في الوقت الذي يعني تعمل أو يعمل الشعب الصيني لمقاومة الابيداميك، قد حصلنا على الدعم المادي وروحي من أوروبا شعبا وحكومة، وكذلك حصلنا على الدعم المادي وروحي من الشعب الأمريكي، مثلا الشركات الأمريكية ومواطني الشعب الأمريكي قد قدموا عدد ليس بقليل من المعونات للشعب الصيني. وطبعا هناك بعض أصوات غير عادية بل معادية للنضال الشعب الصيني لمقاومة المرض، وهذا ليس معقول ولا إنسانية، لا نقبله. شكرا جزيلا سعادة السفير، كلمة أخيرة للجزائر. الجزائر والله بلد صديقة القديم للشعب الصيني، فكلما ذكر اسم الجزائر أي واحد في الصيني هذا صديق قديم. في أوائل السبعينات قدم الدعم الأول لإعادة المقعد الشرعي للصين في الأمم المتحدة. هذا العلاقة، علاقة بين الصين والجزائر، وسنستمر في تقوية وتدعيم العلاقات التعاونية بين البلدين أكيد. شكرا جزيلا سعادة السفير. شكرا.